السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن حيم وايزمان المؤسس الحقيقي بما يزعمون دولة اسرائيل. اوعى تنسى تعمل لنا لايك وشير سبسكرايب عشان ده بيدعمنا كتير. اتولد وايزمان في مدينة في روسيا البيضاء اللي هي بيلاروس دلوقتي اسمها موتول سنة 1874. وايزمان في سن ال 14 باباه وداه المدرسة يهودية يتعلم فيها، وهو زي ما بيقول ده هذا لا غنى عنه لاي طفل يهودي، عشان نتعلم ونشوف اليهود ازاي بيعلموا اولادهم من صغرهم دينهم. وايزمان بعد كده بيعمل لنا مقارنة ما بين اليهود اللي في المانيا واليهود اللي في روسيا، او ممكن نقول اليهود اللي في شرق اوروبا واليهود اللي في غرب اوروبا. بيقول لنا ان اليهود اللي في روسيا كان يهود قبل كل شيء، عشان حياة الاضطهاد اللي بيعانوه روسيا الكلام ده كله، فكان يهود قبل ما يكونوا روس. اما اليهود الالمان كانوا المان اولا قبل ما يكونوا يهود، عشان حياة الطرف اللي بيعيشوا في المانيا وهم بيحسوا في وطنهم الالماني والكلام ده. مره واحد الماني بيساله بيقول له انت جنسيتك ايه؟ وايزمان جاوب عليه وقال له انا يهودي ثم روسي. فالراجل استغرب قوي، قال له اليهود دين لا قوميه. وايزمان قال له لا، اليهود دين وجنسيه وقوميه. في الاثناء دي وايزمان اتعرف على زعماء الثوره البلشفيه الشيوعيه في روسيا، كان من ضمنهم لينين وتروتسكي. كل دول كانوا يهود. لينين وتروتسكي كان بيحتقرهم وهم ببساطة كان بيحتقروه. لماذا؟ قالك عشان لينين وتروتسكي كانوا روس قبل ما يكونوا يهود، لكن وايزمان عارفين كان بيؤمن بفكرة ان اليهود لازم يكون يهودي فقط جنسيا ووطنيا. فكان وايزمان بقى بيكلمنا عن فكرة انشاء وطن قومي لليهود وكيفية انشائه. بيقول في الاول بريطانيا ادتنا اوغندا عشان نستوطنها ونستعمل فيها ونقيم فيها وطن قومي لينا، لكن احنا كيهود رفضنا، بالذات وايزمان ويهود روسيا رفضوا جدا وهذا العرض بشدة. اما اليهود اللي في الغرب منهم كان هيرتزل مثلا كانوا موافقين، لكن وايزمان كان رافض. ده ادى الى اقتراح بريطانيا عليهم صحراء سيناء لإقامة وطن قومي فيه. فاليهود ودوا بعثة لصحراء سيناء عشان يشوفوا ايه اللي موجود فيها، فلو عبارة عن صحراء ليس فيها اي شيء فرفضوا. لكن وايزمان ذات نفسه بيقول في مذكرات ان هو وافق على الاقتراح ده وإقامة وطن قومي في سيناء. ليه؟ قالك احنا بقالنا 50 سنة او بقالنا سنين وسنين ما عرفناش نقيم وطن قومي في فلسطين، فنحاول نقيمه في سيناء وهي كده على حدود فلسطين، مع الوقت هنقدر نخش فلسطين ونقيم وطن قومي فيها كمان، واحنا كسبنا سيناء وفلسطين. وايزمان بيقول في مذكراته ان الصهيونية كانت عبارة عن حركة سياسية قومية وفي نفس الوقت برضه حركة دينية روحية، وان اليهود لازم يعتنوا بدينهم ويشيلوه على اعناقهم ويحطوه رقم واحد بالنسبة لهم عشان يتحقق لهم الوطن القومي في فلسطين كما يزعمون. فايزمان بيقول ان الصهيونية كان لازم يكون فيها النزعة الروحية اولا، النزعة الدينية هي اللي تكون الغالبة، الدين هو رقم واحد بالنسبة لهم. نتعلم ونشوف ازاي اعدائنا بيفكروا وان الدين عندهم ازاي مهم. المهم وايزمان بيكمل وبيقول ان احنا حاولنا ننشئ جامعة عبرية في فلسطين. هرتزل راح استأذن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لانشاء هذه الجامعة، لكن السلطان عبد الحميد الثاني رفض هذه الفكرة. هرتزل بيكمل وبيقول لكن احنا ما اعتبرناش بكلام السلطان ده حاجه وما خدناش بيه، وقررنا ان احنا ننشئ جامعه عبريه في فلسطين غصب عن عين السلطان. لما اعلنا اقامه وطن قومي في فلسطين بالذات بعد وعد بلفور، المهم كان اكثر ناس اعتراضا على هذه الفكره هم يهود الشرق في روسيا بالذات. ليه؟ قال لك وايزمان علشان يهود الشرق كان يهود جهله ويهود ليس عندهم ثقافه ولا عندهم اي حاجه، ففي نفس الوقت كانوا حتى فاكرين ان اوروبا اخرها نهر الراين في المانيا، وان المانيا دي اقوى الامم في العالم، وان المانيا دي رقم واحد في العالم ومهيمنه على العالم. قال لك انت لما هتعمل وعد بلفور او هنعمل وطن قومي اليهود، ده هيؤدي ان الامم الاخرى في روسيا بالذات الروس هيضطهدونا وهيكرهونا اكتر ما هم كارهيننا اصلا، عشان كده هم رفضوا الوعد ده في الاول. اليهود في بدايه الحرب العالميه الاولى كانوا محايدين، كانوا رافضين يقفوا يا اما مع الالمان يا اما مع الانجليز، كانوا رافضين يقفوا مع اي طرف من الطرفين. لكن بعد وعد بلفور طبعا اليهود وقفوا جدا مع الانجليز عشان اقامه وطن قومي ليهم. هنا وايزمان بيقول احنا كنا لازم نضم دوله اخرى تساعدنا على اقامه وطن قومي لليهود مع انجلترا، وكان عندنا من الدول مين مثلا؟ يعني المانيا وروسيا. فقال لك المانيا وروسيا كانت في حاله لا تلائم ان تساعدنا في هذا الامر، عشان كانت المانيا ضدهم والروس بتاعتين بيضطهدوا اليهود. قال لك بقت ايطاليا وفرنسا، ايطاليا كانت متاثره بالفكر الفاتيكاني، طبعا احنا عارفين ان برضه المسيحيين بيكرهوا وبيدونوا بشده اقامه وطن قومي لليهود. بقت مين؟ بقت فرنسا. فرنسا هي اللي هتحاول تساعد بعد كده وايزمان في اقامه وطن قومي لليهود وانشائه. وهنا بقى وايزمان بيحاول جهوده عشان يضم فرنسا لانجلترا وتساعده في نفس الوقت اقامه وطن قومي لليهود. هنا وايزمان كان بيحاول يتفاوض مع الفرنساويين، لكن نصحوه الانجليز وقالوا له لا بلاش. ليه؟ قال لك علشان الفرنساويين كانوا عايزين ينتدبوا على فلسطين بعد الحرب العالميه الاولى، في نفس الوقت برضه الفرنسيين كانوا عايزين ياخدوا فلسطين بجانب سوريا ويحتلوها. فهنا وايزمان رفض الفكره دي وقال لك لا، احنا مش هنقبل احنا تدابين مع بعض انجلترا وفرنسا، لا احنا عايزين انجلترا بس هي اللي تقودنا وهي اللي ايه وهي اللي تكون رقم واحد بالنسبه لنا. فواحد فرنساوي بيسال وايزمان بيقول له انت ليه رافضين ان فرنسا تبقى معاكم وتخش على الانتداب الفلسطيني تبقى هي رقم واحد بالنسبه لكم؟ فوايزمان جاوب عليه وقال له لا، احنا رافضين هذه الفكره، لان فرنسا لما بتخش اي دوله بتحتلها بتنشر فيها فكرات ثقافيه، بتنشر فيها لغتها الفرنساويه وتقاليدها وتعاليمها
والكلام ده كله، واحنا عايزين نقيم فلسطين وطن قومي لينا وننشر تعليمنا وديننا والكلام ده كله. لما حصل الثوره البلشفيه في روسيا بقياده لينين وتروتسكي زي ما احنا قلنا ان هم كانوا يهود في الاصل، فالناس كانت خايفه من اليهود ومن الخطر اليهودي والشيوعي على العالم، فويزمان قرر ان هو يسرع من الوتيره لاقامه وطن قومي لليهود واخذ بعض ويلفورد في اسرع وقت ممكن عشان الانجليز ما يغدروش بيه. فويزمان قرر ان هو يجي الشرق الاوسط عشان يشوف اوضاعه واحواله ايه وهل الناس مهتمه بالفكر ده ولا لا. فجي مصر الاول، فهي يهود مصر مش مهتمين اصلا بالفكره دي، يهود مصر عايشين معانا في حياه كويسه مش مهتمين اصلا باقامه وطن قومي في فلسطين. فقرر ويزمان ان هو يتجه لمين بقى؟ لورنس العرب، عشان لورنس العرب كان ليه شعبيه وسط العرب، فقرر ان هو يتجه ليه ويعرفوا قضيته ان هو يعني يجذب لورنس العرب. لورنس العرب وافق، قرر ان هو يساعد اليهود اكثر الحاجات يعني يقدر يساعدهم بيها، وقرر ان هو يقنع فيصل الاول الامير فيصل الاول ان هو يدعم اليهود. وبالفعل حصل، وفيصل الاول للاسف دعم اليهود. ويزمان راح لفيصل الاول عشان يقنعه ان اليهود يستوطنوا فلسطين. فيصل الاول وافق وقال له ايوه ده العرب واليهود واحد، احنا ابناء العم واحنا من ابناء سام واحنا مع بعض وهنبقى مع بعض وكمان لازم نعيش في وطن واحد ولازم ندمج والكلام ده. كان معاه في الحوار دوت لورس عشان يترجموا بينهم وبين بعض، وده كان اول انتصار للصهيونيين في المنطقه العربيه. ويزمان اجتمع بالليمبي المندوب الثاني البريطاني في فلسطين عشان يناقشوا في اقامه جامعه عبريه في فلسطين. فالليمبي رفض الفكره دي وقال له احنا لسه خارجين من الحرب العالميه الاولى ومش ناقصين انتفاضه ثانيه من العرب، واحنا لسه خارجين من الحرب العالميه الاولى فمش ناقصين. بس الليمبي عشان يسكت ويزمان راح بعت الكلام ده لبريطانيا، بريطانيا وافقت وصدمت الليمبي. ويزمان ساعتها قدر هو اليهود ينشئوا كم مدينه يهوديه من ضمنهم مثلا حيفا وبمساعده طبعا بريطانيا. حصلت حادثه في عيد فصح اليهود في فلسطين كانوا بيحتفلوا بيه، فالمهم دخل عليهم الحاج الامين الحسيني وعارف العارف، في واحد يهودي خرج عليهم بالسلاح كان يضربه بالنار، لولا ان الانجليز ساعتها قبضوا على الثلاثه وحكم على الحاج امين الحسيني وعارف العارف بالاعدام. لكن الانجليز خافوا ساعتها من اثاره الفلسطينيين وانتفاضه منهم، فافرجوا عنهم وعينوا الحاج امين الحسيني مفتي للديار الفلسطينيه. ويزمان اتجه لمؤتمر الصلح عشان يعرض القضيه اليهوديه هناك واقامه وطن قومي يهودي في فلسطين. في الوقت ده خرجت انتفاضات عربيه كبيره جدا في فلسطين، اضطرت ساعتها هربت سموئيل بايقاف الهجرات اليهوديه الى فلسطين. فالمهم موسى الكاظم ساعتها قرر ان هو ياسس جمعيه اسمها ضد اليهود اللي هي الفاشيست. اتجه ساعتها الى لندن وباريس وما روما عشان يعرض القضيه الفلسطينيه هناك وان الحق الفلسطينيين ان هم يعيشوا في ارضهم غير اليهود وان اقامه وطن قومي اليهود ده حاجه غلط والكلام ده كله. وبالفعل بدات الناس تتعاطف مع موسى الكاظم وبدات تعاطف الدوله معاه، فويزمان خاف من حاجه زي كده. ويزمان قرر ان هو يتجه لروما اكثر مدينه معارضه لاقامه وطن قومي لليهود، وهي ايطاليا عموما عشان احنا قلنا ان ايطاليا بتتاثر بفكره الفاتيكان. فالمهم راح لروما وعرض القضيه على البابوات في روما، لكن البابوات صمموا على رفض فكره اقامه وطن قومي يهودي في فلسطين. وراح لباريس لقى برضه نفس الرفض ده، وبعدين اتجه للندن. فتقرر الانجليز عرض القضيه الفلسطينيه على مجلس النواب في فلسطين، ولكن بيلفورد طمنه وقال له لا ما تخافش الكلام ده روتيني مش اكتر. وبالفعل البرلمان البريطاني وافق على اقامه وطن قومي يهودي، ضمن الناس اللي وافقوا على توقيع هذا الوطن وينستون تشرشل كان موافق جدا لاقامه وطن قومي يهودي في فلسطين. فخرجت ثورات من فلسطين تمنع اقامه وطن قومي لليهود. فالمهم البريطانيين عشان يهدوا فلسطين عرضوا عليهم اقامه مجلس نواب تابع للفلسطينيين، لكن للاسف الفلسطينيين رفضوا لقله علمهم وقله خبرتهم في السياسه، رفضوا اقامه مجلس نواب للفلسطينيين. ومع ان المجلس النواب ده لو كان اقيم كان ساعتها هيبقى راس براس ضد اليهود، كان ممكن ساعتها الحركه اليهوديه تفشل. بس كده ان شاء الله الجزء الثاني انتظرونا فيه، هنتكلم بقى فيه عن الحرب العالميه الثانيه واليهود ازاي تجاوزوها وتجاوزوا هتلر وازاي هتلر كان بيفكر اقامه وطن قومي لليهود في مدغشقر والكلام ده كله. استنونا ان شاء الله الجزء الثاني. اوعى تنسى لايك وشير وسبسكرايب وتابعنا على الفيسبوك والانستجرام، هتلاقوا الرابط تحت في صندوق الوصف. وبس كده، سلام.